كيفكم؟ كنتمنى لكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد. ملي كنتو اول مره كتشاهدوا لا فيديو ديالي ما تنساوش تخليوا ليا لايك وتشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد في القناه. ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مشترياتي من عند ماشي من عند الناس ديال 5 دراهم حيت واقيلا ولفتها. هاد المره من عند علي اكسبريس اللي حتى هو ولفته بصراحه. هاد الموقع هذا ما بقيتش قادره نستغنى عليه ضروري. واخا تكون عندي 50 درهم في الكونت ديالي كنمشي كنتقدى بها شي حاجه. اي حاجه خديتها ما كندمش عليها. كندخل لي كومونتير الناس اللي باغيين يدخلوا يتقداو من علي اكسبريس اولا اي موقع يدخلوا غير لي كومونتير يشوفوا التعاليق ديال الناس يشوفوا شحال من نجمه كاينه على هذاك البرودوي هذاك واش الناس راضيين عليها ولا لا. حيت بالنجوم كتعرفوا بان هذاك البرودوي زوين ولا لا. بل هاد لي برودوي كما شفتوا تقريبا راه غير حليتهم وعاود حطيتهم ما استعملتهمش. كاين برودوي واحد تقريبا اللي استعملت غنعطيكم الراي ديالي فيه وهاد لي برودوي هادو غنحلهم معاكم. بالنسبه لاش باقيين عندي بحال هكا حيت تقريبا كلهم وصلوني في وقيته وحده كندوزهم تقريبا شهر و 15 يوم وصلوني تقريبا كاملين. بالنسبه لليفغيزون تقريبا كلهم غراتويت. المهم كيكون البرودوي مثلا ب 30 درهم لا ليفغيزون ب 10 ديال الدراهم 40 درهم. واصلا البرودوي كيكون في المغرب قل من ديك 40 درهم. شي علاش باقيين عندي كلهم تقريبا بحال هكا. غادي نعطيكم كل برودوي بلا ليفغيزون ديالو بالثمن ديالو كيف ما هو. وتقريبا راه كلهم ما واصلينش 50 درهم. كلهم زوينين بصراحه. واول برودوي غنبدا معكم اللي هو هذا جربته. كنشفت واحد البنت هضرات عليه في فيسبوك ومشيت خديته بالزربه ما تناقشتش نهائيا فيه. حيت هي قالت بانه رخيص وقالت بانه زوين بصراحه. جربته هاد الاي براو بين بصراحه واعر بزاف. عرفتو راه احسن لي مارك اللي جربت ديال اي براو. عرفتي واعر 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 بزاف. ها نتوما شفتو هذوك اللي كيبقاو بحال الخطوط بحال هكا كديروه الحجبان ديالكم وكيبقى واحد المده طويله وكيرسم كيبان وشعره بشعره. شو وبالنسبه للثمن ديالو راه داير 10 ديال الدراهم. غنخلي لكم لو لين في صندوق الوصف. بصراحه زوين بزاف هذا. انا كنصحكم به كما قلت لكم 10 ديال الدراهم وواعر. احسن اي براو جربته هو هذا كيبقى مده طويله. وبالنسبه لكيف ما شفتو انا هذا هو اللون ديال الشعر ديالي وديال الحجبان ديالي. كاين فونسي على هذا اللون كاين هذا كاين كلير ديالو بصراحه زوين بزاف هذا عجبني. اول برودوي جربته حليته في هذا الشيء كاع اللي جبت بصراحه هذا زوين بزاف. نزيدو حاجه اخرى. بالنسبه لحاجه اخرى هي هذا الصاك هذا. ها نتوما كتشوفوا هذا تقريبا خديته ب 45 درهم حتى ل 50 درهم. مهم ها نتوما كما تشوفوا هذا انا ما خديتوش ليا خديته لاختي. ولكن بصراحه كان في التصويره كان زوين على هكا انا ما عجبنيش. ولكن فاش عطيتو ليها هي حتى هي ما عجبهاش في الاول. ولكن من بعد قالت لي عملي انه خفيف تقدري تهزيه في اي حاجه تهزيه خفيف فهمتي ديال يوميا. بالنسبه للثمن ديالو راه مزيان. واخا هاد السلسله هادي ما عرفتش واش كتكحل ولا لا مي واقيلا كتكحل. هي راه ديجا لبساتو واحد المره وهادي راه يعني ديجا ملبوس هذا والسنطه ما عرفتش واش غادا تكحل ولا لا. المهم بصراحه بالنسبه للثمن 45 درهم راه زوين. ولكن كيفاش كنت كنتسناه انا ماشي كيفاش جاني. غادي نخلي لكم التصويره ديالو هنايا وغادي تشوفوه وردوا عليا كيفاش جاكم مقارنه مع كيفاش في التصويره وكذلك كيفاش هو في الواقع. ندوزو الحاجه الاخرى. خديت هاد لي فونيل ما تخيلوش قداش وليت مبليه بلي فونيل. صراحه زوينين بزاف. فيهم 24 بياسه تقريبا خديتهم بشي 15 درهم حتى ل 20 درهم. هذا هو الثمن ديالهم. زوينين كيبانوا بانهم ما كيبانوش ناتوريل ولكن بصراحه زوينين بزاف في اللبسه كيجيو زوينين. ولكن هما طوال كنشوف فيهم عمرني درت انا هاد الطول هذا. ولكن
كنفكر اما ان شاء الله ندير تحدي ديال 24 ساعه وانا لابساهم، حيت ما عمرني لبست في هذا الطول هذا، وما عمرني كملت بهم النهار كامل تقريبا. واش نديرو تحدي 24 ساعه وانا لابساه ونيل هادو اللي طوالي ما عمرني جربتهم او لا؟ خليوها لي في كومونتير. بالنسبه لهاد لي فونيل هادو خديت ليهم واحد الحاجه اللي بصراحه انا كنت فاش كندير لي فونيل كنديرهم بالكولا سبيسيال، ولكن هاد المره خديت هادو. كنظن كتعرفوا هما البنات بالنسبه لهادو هما اللي كيلصقوا لتحت ديال الضفر، هادو هما اللصاقات اللي كيلصقوا الضفران لي فونيل. كديري وحده منهم في الضفر ديالك وكتلصقي فوق منه الضفر. بصراحه زوينين، جربتهم هادو تقريبا فيهم 240 بياسه، كل وحده فيها تقريبا 24 في كل وحده، وهادو كلهم 240 بياسه تقريبا حتى هي من 15 درهم حتى 20 درهم. وجربت وحده فيهم صراحه زوينه، ولكن ما جربتهاش نهار كامل، غادي نجربها وغنرجع لكم في فيديو اخر حتى هو باش نوريكم كيفاش تلصقوهم بهاد لي فونيل. هاد ندوزو دابا لحاجه اخرى، لي فوسيل. وليت لي فونيل لي فوسيل بزاف، واخا هادو ما عمرني جربتهم، جبتهم ومازال ما جربتهمش. تقريبا دايرين 20 درهم. غادي نخلي لكم الثمن ديالو هنايا، وغادي نخلي لكم اي حاجه وريتها لكم غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. بالنسبه لهادو كيف ما شفتوا فيهم 2 4 6 8 10 اللي فيهم، تقريبا حتى هما بشي 20 درهم. مازال ما جربتهمش، كاينين فيهم اللي بحال هكا رقاقين واحد شويه، كاينين فيهم اللي كيكونوا غلاط، كاينين اللي رق من هكا. انا هادو خديتهم غير الا كانت شي مناسبه ولا شي حاجه، وكذلك ما نكذبش عليكم خديتهم باش نتعلم فيهم، حيت صراحه فاش جربت نوريها لكم صراحه تيبانوا بحال الى طبيعيين واحد شويه، هما قاصحين واحد شويه ولكن زوينين، هانتو كيبانوا خفافين بصراحه. حتى هادو عجبوني كما قلت لكم تقريبا 20 درهم. غادي ندوزو الحاجه الاخرى، هذه كنت خديتها تقريبا اش غنقول لكم في شهر 12 ما عقلش، المهم درت واحد المده راه شي 5 شهور تقريبا اللي دار هاد الماسك هذا ديال لي ليفغ، مده عاجه. انا كنت كاع قلت بانه ما غيوصلنيش ولا صافي، يقدر ما صيفطوش ليا الفوندور ولا شي حاجه، ولكن ما صافي ما بقيتش ما حليتش كاع مع اهلي تاج نهائيا، خليته حتى جاء لا خاطر خاطرو. المهم مازال ما جربتوش. هادو كيكونوا دي سيليكون اللي كيداروا الفم او للشفايف، مازال ما جربتهمش، كيقولوا عليهم الناس زوينين ولكن مازال ما جربتهمش. بالنسبه لهادو تقريبا الثمن ديالهم هو 5 ديال الدراهم، من 5 ديال الدراهم حتى 7 ديال الدراهم. المهم كما قلت لكم غنخلي لكم البخي غيكون هنايا ولوليان غيكون في صندوق الوصف. غندوزو لواحد الحاجه اخرى عاوتاني، ها هي شوفوا لابوات كيفاش دايره، وكذلك لابوات الداخل واعره بزاف. ديفو سيل. بزاف وقيله بزاف على لي فوسيل البنات، شوفوا غير لابوات بعدا كي دايره بصراحه زوينه بزاف. ها نتوما كتبري ها لي فوسيل كيفاش دايرين الداخل. بالنسبه لهادو هما الرموش الاصطناعيه اللي كيكونوا مغناطيسيه، هادو هما ديال المغناطيس اللي كنشوفو في الاشهارات وداكشي انهم تيكونوا غاليين وقيله في الثمن. بصراحه هادو خديتهم ب 20 درهم، يعني هادو مع هادو. هادو كيجيو في الجنب ديال العين، ماشي في العين كامله، كيجيو غير في الجنب الاخراني ديال العين، كديري وحده فوق من وحده وكيلصقوا وحده الفوق وحده لتحت وكيلصقوا مع بعضياتهم. انا نوريكم كيفاش هنايا. الحاجه الاخرى اللي خديت اخرى هي التيشيرت هذا كما تشوفوا، بصراحه زوين بزاف عجبني، الكاليتي ديال الثوب ديالو خطيره. ها نتوما شوفوا كيفاش داير، انا هكا خديتو هاد الزواقه اللي خديت فيه،
وهاد لاطي هادي هي لاطي ال، بصراحة جاتني هي هاديك. بالنسبة للناس اللي ما كيبغوش يلبسوا تيشرتات يكونوا مزيرين، هذا زوين بزاف. الى بحال هكا لاطي ديالي تاخدو ال، يعني لاطي اكثر من لاطي ديالكم، باش غتجيكم هي هذيك وتجيكم زوينه. توب توب البنات، عرفتوا؟ رطب رطب مقطن زوين بزاف، وغيكون كيبين واحد شويه، كتعرفوا بان البيض ضروري كيبين. تلبسوا من تحتو شي بيل ولا شي حاجه، بصراحه زوين بزاف وكيجي طويل كما شفتوا، صراحة زوين بزاف. هذا غنخلي لكم حتى هو لوليان ديالو، هذا داير تقريبا 45 درهم حتى 50 درهم. كما قلت لكم هاد المشتريات كلهم قل من 50 درهم، وكاليتي واعره واعره ديال الثوب. من غير هادي ما عرفتش واش تقدر تحيد مع الصبان ولا لا، ولكن الكاليتي ديال الثوب راه واعره. اخر حاجه غنوريها لكم، وكنتمنى الا كانوا الدراري ما يدخلوش، صافي حبسوا حد هنايا، حبسوا الفيديو، حيت واحد البرودوي اللي بغيت نشاركو مع البنات زوين بزاف وحمقني. دي لانجيت، ما بغيتش الدراري بغيتهم يخرجوا من الفيديو في هذه اللحظه هذه، باش نكمل مع هذا البرودوي هو اللي بقى اخر حاجه وبغيت نشاركه مع البنات. بالنسبه لهاد الديلانجات هادو، الثمن اللي هو تقريبا حتى هو 45 درهم، 40 45 تقريبا. لا كاليتي واعره، كيف ما في التصويره، كيف ما في التصويره غادي نوريها لكم. التصويره غنحطها لكم هنايا، وغنوريه لكم هنايا. خديت هاد لاكولور هادي اللي هي في البوردو او لا في الكرونه، بصراحه واعرين بزاف. هانتوما تشوفوا الكاليتي ديالهم توب توب توب، واعره واعره. خفافين، ما فيهم لا سلك لا والو، فيهم هاد لابوند هادي. هانتوما كتشوفوا، غادي نخلي هنايا ما كيبانش اللون كيف ما هو، كيبان شويه باهت، ولكن بصراحه راه اللون ديالهم واعر كيف ما في التصويره، كيف ما الكاليتي كيف ما بانت لي في التصويره. شتا عند الناس واخدينو تيشكروه، زوين بزاف. ولكن واحد الحاجه اللي كاينه هو ان هاد لي لانجيت هادو اللي فيهم طاي ستوندار، يعني طاي وحده يقدر تجي مع سمول ميديوم لارج. هاد ثلاثة ديال لي طاي يقدروا يلبسوه، الاكس ال الدوبل اكس ال كنظن بان غتجيهم صغيره بزاف وما غتعجبهمش. بصراحه هاد هانتوما كتشوفوا الكاليتي كيفاش دايره، هاد الشبكه وفيها هذا من الداخل، وكذلك الكيلوت نوريه لكم، تيكون شبكه بحال هكا وبحال هكا من القدام. هادو بصراحه زوينين بزاف، فيهم بزاف ديال اللوينات، حتى هما 45 درهم. البنات المقبلات على الزواج او كذلك البنات اللي مزوجات في ديورهم، وهذا بصراحه زوينين بزاف، كنصحكم بهم. كما قلت لكم في هاد لي طاي هادو، حيت لا طاي ستوندار وتقدر ما تجيش مع البنات اللي كيلبسوا اكس ال ودوبل. هادو هما مشترياتي، كنتمنى يعجبوكم، وكنتمنى اشنو عجبكم تقولوا لي في كومونتير، تخليوا لي شنو عجبكم، وغادي نخلي لكم كما قلت لكم لي ليان كلهم في صندوق الوصف، وكذلك الاسمنه غيكونوا في الجنب ديال كل برودوي بالدولار. وبالنسبه للدرهم راه قلت لكم، اللي ما مشتركينش عندي دخلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلهم اي جديد في القناه، وتخليوا لي لايك الى عجبكم هذا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.